اوكي، المره الماضيه وصلنا لموضوع الفور فاريبل كي ماب. بعد ما حكينا عن الثري فاريبل والتو فاريبل، شفنا شكل الماب، كيف توزيعه المين تيرمز على هاي الماب، كيف نجمع المين تيرمز اللي هي المربعات الصغيره حنسوي مربعات اكبر، وكيف نقرا اللوجيك اكسبريشنز تبعت هاي المربعات، وكيف نستخدمها في النهايه حتى نكتب نوعا ما سمبليفايد لوجيك اكسبريشن للفانكشن اللي عبيناه له الماب. خلينا نروح على الفور فاريبل كي ماب ونشوف كيف شكل الماب. الان الشكل قدامنا واضح انه انا ما زلت عم بستخدم تو دايمنشنال ريبرزنتيشن للماب، على الرغم انه في عندي صار هاو ماني فاريبلز برضه 4، وراح استخدم نفس التريك اللي استخدمتها وين بالثري فاريبل كي ماب، اني اخلي الفاريبلز تتشارك بالابعاد. فمثلا هون انا حكيت الموست سيجنيفيكانت تو فاريبلز اللي هم دبليو اكس، اعطيتهم الاتجاه العمودي، فالدبليو اكس على الفيرتيكال دايركشن، والواي والزي اللي هم الليست سيجنيفيكانت فاريبلز على وين؟ على هذا الاتجاه. فصارت العمليه بسيطه، يعني بدال ما كان في 3 فاريبل اونلي وان سايد از شيرد بين تو فاريبلز، الان صار عندي تو سايدز شيرد بين تو فاريبلز. والان نفس المبدا، شو القيم الممكنة للW والX؟ 00 01 10 11، لكن راح أرتبهم بنفس الطريقة اللي سويناها هناك، راح يكون في عندي القيم بهذه الطريقة. نفس الشيء الواي والزي 4 قيم، لكن راح أرتبهم بأوردر مش باينري أوردر. فعليا لو أطلع عليه هذا الأوردر، إذا بعد هيك شو هو هذا الأوردر؟ كاونتنج أوردر جري كود، مضبوط؟ لما أنتقل من فاليو لفاليو 1 بت از تشينجينج، وحتى لما أرجع برجوع لهون 1 bit change. ففعليا الاوردر اللي سويناه بال 3 variable كيم اب على الواي والزي كان جراي كود كاونتنج، مضبوط؟ عم بعد زي كاني بالجراي كود. طيب given هاي التوزيع، وين مكان الدبليو؟ وين مكان الدبليو بار؟ وين الاكس؟ اكس بار صعبه؟ نفس المبدا، دبليو يعني وين الدبليو تساوي واحد، هيا مضبوط 1 1، W بار وين ال W بار وين ال W تساوي 0، هاي. فإذا أنا هون في عندي W W بار، وين ال X؟ ال X لما ال X تساوي 1، مظبوط؟ وال X بار لما ال X تساوي 0. فإذا ال X وال X بار راح تكون أماكنهم على الماب بهذه الطريقة. نفس المبدأ ال Y وال Z، وين راح تكون ال Y؟ هون، لأنه ال Y هيها 1 هون و1 هون. والواي بار جنبها لما تكون الواي 0 0. طيب وين الزد؟ الزد لما الزد تساوي 1، صح؟ اللي هي العمودين اللي بالنص. والزد بار العمودين اللي على الاطراف لما الزد تساوي 0 0. تمام؟ فبناء على هي التوزيع نفس المبدا، بقدر اعرف كل واحد من هذول المربعات شو المين تيرم اللي بيمثله. فمثلا لو اخذنا هذا المربع، هذا المربع شو رقمه؟ هو 1 1 1 0 اللي هو 1 1 1 0، قديش هي بالديسيمال؟ 14، مظبوط؟ فهذا من تيرم 14، صح ولا لا؟ هذا من تيرم 14 راح يكون. من تيرم 14، إذا باخذ هذا المربع، هذا 1 0 0 1 اللي هي ايش؟ 1 0 0 1 اللي هي من تيرم 9. وإذا بكمل بنفس الطريقة I can figure out what are these squares، مين هم هذول السكويرز اللي هم رح يكونوا 0 1 3 2 4 5 7 6، مضبوط؟ في كان جمب بين هذا العمود وهذا العمود. طيب الثمانية وينها؟ لاحظ الثمانية وين؟ هون مش هون. ليه؟ لأنه أنا برضه الأسطر مرتبهم جراي كود، مرتبهم بحيث إنه الانتقال من سطر لسطر بيؤدي إلى تغير بإيش؟ 1 بت. فإذا حتى هون في جمب بين السطر الثاني والثالث، بين السطر الثاني والرابع، حتى أوصل للثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15. فدائما بنط بين العمود الثاني للعمود الرابع، وبنط بين السطر الثاني للسطر الرابع. هلا بنفس المبدأ بقدر أعرف كل واحد من هذول المربعات شو اللوجيك اكسبريشن تبعه، بمعنى آخر what is the logic expression for the minterm. فمثلا هذا المربع شو اللوجيك اكسبريشن تبعه؟ هو موجود في ال W، هو موجود في ال X، هو موجود في ال Y bar، هو موجود في ال Z. ف
فهو مين؟ دبليو اكس واي بار زد، اللي هو هذا من تيرم مين؟ هذا من تيرم 13 اللي هي 1 1 0 1 اللي هي كم؟ هذا من تيرم 13. جرب في البيت عبيها هاي، سوي اكسرسايز حتى انك تتمكن من قراءة اللوجيك اكسبريشن لاي مربع على الماب بسهولة. فاذا لازم تكملها في البيت you will get something like this، راح تقدر تجيب الاكسبريشن لكل مربع اللي هو فعليا اكسبريشن لواحد من هالمين تيرمز اللي موجودين وين؟ في التيبل. الان مع الوقت هاي التفاصيل we will start to throw it away، وراح يضل معانا simplified version من الفور variable كي ماب. المهم اللي نعرفه في هاي الماب انه انا هذا الموست سيجنيفيكانت فاريبل، هذا اللي بعده، هذا اللي بعده، هذا اللي بعده، الترتيب مهم حسب الاوردر اللي موجود هون اكس واي زي، هذا الموست سيجنيفيكانت فاريبل وهذا الزي اللي هو اللي سيجنيفيكانت فاريبل. وتوزيعه المين تيرمز 0 1 2 3، فنطيت للاثنين رجعت للثلاث، 4 5 6 7 8 وين؟ هون 8 9 10 11 12 13 14 15. لأن لما أرتبهم بهذه الطريقة بضمن إنه كل مربعين متجاورين adjacent اللوجيك اكسبريشن تبعهم يختلف ب 1 variable. بمعنى آخر إذا كان في 1 هون و 1 هون I can combine them into bigger rectangle بناء على مبدا اللي حكينا المره الماضيه، اخراج عامل مشترك او المينيمايزيشن ثيم. فهذه الفكره بكل بساطه فور فاريبل كيما. خلينا نشوف اكزامبلز كيف ممكن اعبي الماب، والموضوع سهل اذا عارف الاستراكشر تبع الماب، عارف توزيعه المين تيرمز، اي كان ايزلي فيل ذا ماب. فانا هون عندي الفانكشن دبليو اكس واي زي معطيني مين هذول؟ هذول المين تيرمز يعني الونز، يعني هذول ارقام المربعات اللي فيها ونز. مين هم؟ هذا. الان لو جربنا نسوي اللي سويناه المره الماضيه على 3 فاريبل و 2 فاريبل، واحد ممكن يحكي انا اي كان كومباين ذيس تو توجذر، مضبوط؟ اي كان كومباين ذيس تو توجذر، ليش؟ لانه متجاورين. لكن حتى الجداد هذول اللي رسمناهم برضه متجاورين، فاي كان بوت ان وانز A bigger rectangle. مضبوط؟ نفس الشيء هدول الاثنين متجاورين وهدول الاثنين مالهم؟ متجاورين. وحتى الجداد الكبار هدول برضو ايش؟ متجاورين. هذا الطرف هو adjacent لهذا الطرف، ف I can put these into one big rectangle like this. تصير ولا ما بصير؟ تصير. نفس الفكره اللي كانت موجوده بال 3 variable كي ماب، I can do this بسرعه بدون ما اسوي الالجبرا. انا هون اللي مسويه هو راح كتب المين تيرمز زي ما متعودين سم اوف مين تيرمز، وحاول يسوي سمبليفيكيشن امشي عليهم في البيت، صار يسوي العمليه اللي بالالجبرا يطلع عامل مشترك لغايه ما وصل ل دبليو بار زد دبليو زد بار. وين دبليو بار زد؟ اللي هو هاد الاخضر هاد، والبنفسجي اللي هو مين؟ دبليو زد بار. هذا هيو موجود في دبليو بار مع مين؟ مع زد. هذا موجود في دبليو مع مين؟ مع زد بار. هذول المربعين البنفسجي والاخضر كان اي كومباين؟ ار ذي ادجيسنت؟ لا. واضح من اللوجيك اكسبريشنز تبعهم، شو يعني ادجيسنت؟ لازم يختلفوا ب 1 فاريبل. دو ذي ديفر ان 1 فاريبل؟ لا. I cannot simplify this further اصلا بالالجبرا. على الماب معناها I cannot combine the corresponding squares. هذه فعليا ايش هي؟ شو هذا الاكسبريشن شو يمثل؟ اكس اور، مضبوط؟ هذا الاكسبريشن اكس اور، والاكس اور is an expression that cannot be simplified. ما اقدرش ابسطه فعليا. نشوف كمان اكزامبل. هذا الفانكشن الان معطى على شكل تروث تيبل بس بسيطه، بدي ارسم له الماب. فالونز هيو شايفهم الونز يعني المين تيرمز، فاي كان بيسكلي درو ذا ماب اند فيل ات، اي ويل جيت ذس. انت بدك تكون عارف هاي ما تغير فيها شيء، وما عليك غير تحط الوحده.
الآن شو ممكن أسوي هون؟ بدي أجرب أسوي جرب في البيت بالألجبرا، بس رح أطول معك لأنه عدد المنزل بتبلش تسوي كومبايننج، فممكن تجي تحكي هدول adjacent وهدول adjacent وهدول adjacent وهدول إيش؟ adjacent، صح؟ فبالتالي بقدر أجي أحكي هدول الاثنين برضو adjacent، فبقدر أحطهم بواحد أكبر، وهدول الاثنين برضو adjacent بقدر أحطهم بواحد أكبر، بس حتى الخضر مالهم adjacent، فبقدر أحطهم باللي لونه أزرق. هذا اللي لونه أزرق وين موجود؟ بالواي بار، كاملا موجود وين؟ بالواي بار، مضبوط؟ فإذا هدول الجروب اوف 8 ones، إذا بتضرب عيني على الماب وبشوف 8 وحدات بهي التوزيعة، بقدر أحطهم كلهم بريكتانجل واحد كبير يحتويهم كلهم. طيب إيش كمان في عندي خيارات؟ ممكن واحد يجي يحكي أنا هدول adjacent وهدول إيش؟ adjacent، مضبوط؟ بس فعليا على الجهه الثانيه في هدول كمان adjacent وهذا adjacent لهاد، مظبوط؟ فاذا انا ممكن اجي اسوي شيء زي هيك، احط هدول الاربعه مع بعض، مظبوط؟ نفس الشيء بقدر اني اجي احط هدول، سوري، هدول الاربعه مع بعض، تمام؟ وبقدر اسوي شيء زي هيك، اخذ هدول الثمانيه مع بعض اللي هي واي بار زد بار، وبقدر اخذ هدول الاربعه مع بعض لانهم adjacent، اللي هو هذا وين موجود؟ موجود بالدبليو بار انترسكشن مع مين؟ مع الزد بار، وبقدر اخذ هدول اللي هم اكس زد بار، لان هذا الاكسبريشن اللي طلع معي does it represent the function؟ لازم يكون valid، لازم يكون يغطي كل الوانز تبعته. الواي بار بتغطي هذا الون وهذا الون وهذا الون وهذا الون، كل هدول الونز. الدبليو بار زد بار بتغطي هذا الون وهذا الون اللي اوريدي كفرد بالاخضر، وهذا الون وهذا الون. الاكس زد بار بتغطي مين؟ هذا الون وهذا وهذا وهذا، مظبوط؟ فالان هذا الاكسبريشن لو واحد حكى لي شو نوعه؟ شو شكله؟ في الفورم تبعه sum of product، وهذا الكلام منطقي لاني انا بلشت بمين تيرمز صرت اطلع common factors، شو راح يصير الشكل؟ sum of product، لانه اصلا الماب عرفناها وكل الشغل تبعنا عليها لحد الان هو ايش؟ sum of مين تيرمز او باستخدام المين تيرمز. هلا ممكن واحد يحكي لي طيب انت اخذت الاخضر فشملت هدول الوانز، واخذت الازرق فشملت هدول الوانز، مظبوط؟ وحكينا الاكسبريشن حتى يكون فاليد لازم يغطي كل الوانز. طب ليه ما تيجي تحكي ضل عندي هذا الوان وهذا الوان، صح؟ They are not covered. شو اعمل؟ ممكن واحد يحكي خلص خذ هاد، صح؟ بصير ولا ما بصير؟ بصير، لاني I will cover these two ones that are not covered بالاخضر وبالازرق. فلو جيت كتبت اللوجيك اكسبريشن تبعه هذا الاخضر شو راح يكون؟ دبليو اكس زد بار، مضبوط؟ فانو احسن اكتب هاد اللي هو يحتوي هدول التو وانز، مضبوط؟ ولا اكتب هاد ككوست؟ اكيد اللي فوق، هذا التيرم حجمه ايش؟ اكبر، وبالتالي اذا بحسب الجي ان والامور هذه راح الاقي الكوست اني اخذ هدول حتى يمثلوا الفانكشن اكبر من الكوست اني اخذ هدول حتى امثل الفانكشن. عشان هيك حتى لو انا عم بستخدم المربع البرتقالي حتى اغطي بس هدول التو وانز، وهو يتقاطع مع مربع ازرق مغطي اوريدي وانز ومستخدمه، ما في مشكله، بهمني اكبر المربع. دائما بحاول على الماب ادور على اكبر مربعات، ليش؟ لانه كل ما كبر المربع على الماب كل ما صغر اللوجيك اكسبريشن تبعه، وهذا بفيدني انا، هدفي التبسيط، صح؟ فبحاول دائما اجمع الونز بمربعات تكون حجمها ايش؟ اكبر ما يمكن، بعدين احاول استخدم اقل عدد من هاي المربعات حتى اكتب لوجيك اكسبريشن يغطي كل الونز، تمام؟ فهذه هي الفكره، اصلا فكره السمبليفيكيشن هي هذا اللي عم نسويه، اللي راح نحكيها في نهاية المحاضرة يعني.
خلينا نشوف كمان اكزامبلز على الجروب اوف فورز على الفور فاريبل كده. زي ما شفنا في ال 3 فاريبل. فالان لما اطلع على فور فاريبل كمان فيها فور وانز زي هيك توزيعتهم، فبقدر اخذ هذول الاثنين مع بعض وهذول الاثنين مع بعض، مزبوط؟ او بقدر اخذ هذول الاثنين مع بعض واخذ هذول الاثنين مع بعض، بصير ولا ما بصير؟ بصير. بس في الحالتين المربع اللي لونهم اخضر I can combine into a bigger rectangle، او المربعين الزرق I can combine into a bigger rectangle which is this one. مظبوط؟ نفس الشيء على اليمين هون بقدر اخذ هذول الاثنين هذول الاثنين، بس الجداب برضه ايش؟ adjacent I can combine together. وهدفي زي ما حكينا قبل شوي دائما ادور على اكبر ريكتانجلز تحتوي مجموعه من الونز على الماب. When the rectangle is bigger, the expression is smaller. الترم الان ترم اللي راح اكتبه راح يكون سمول. طيب هذا الريكتانجل شو الاكسبريشن تبعه؟ واي بار زد بار، مضبوط؟ هات اكس واي، موجود في الاكس وموجود في الواي. لا يعتمد على الزد لانه اذا بمشي هيك الزد متغيره، لا يعتمد على الدبليو لانه اذا بمشي هيك مره هون بكون دبليو ومره بكون ايش؟ دبليو بار. فاكيد اللوكيشن تبعه لا يعتمد على الدبليو. فالان من اليوم طالع لما اصير اشوف فور وانز زي هيك على الماب مباشره بجمعهم ايش؟ مع بعض، ما في داعي امشي ستيب باي ستيب. وبالتالي بقدر اكتب لوجيك اكسبريشن لهذا الفانكشن يحتوي على كل الونز لاني اسوي اور بين هذول التو ريكتانجلز. لما اشوف فور ونز زي هيك فاجي بحكي بسيطه، هذول ادجيسنت وهذول ايش؟ ادجيسنت، لكن برضو هذا الطرف ادجيسنت مع هذا الطرف، فاي كان بوت توجذر انتو 1 سكوير. هلا انا مش شايفه سكوير بس اذا بتني الماب وبلف هذول الطرفين يلمسوا بعض زي الورقه تصير سلندر، بقدر اني ايش؟ اشوف الادجيسنسي بيناتهم. هذا مين البرتقالي؟ مين هو؟ اكس زد بار، هو موجود بالاكس وموجود بالزد بار، فهو اكس زد بار. هذول هلا الاربعه بالنص صار فاميليار عندنا، بس الشيء الغريب انه الاطراف جمع لي اياهم مع بعض بريكتانجل، بس انت شايفهم ريكتانجل؟ لا، بس ليش؟ لانك انت خليني اشيل الرسمه، تقدر تحكي هذا ادجيسنت مع حد وهذا ادجيسنت مع حد، صح؟ وهذا مع حد ادجيسنت، بس حتى الجداد ادجيسنت لانه هذا الطرف للماب ماله ادجيسنت لهذا الطرف. زي ما هو هذا الطرف ادجيسنت لهذا الطرف برضه الاطراف الطرف العلوي والسفلي ادجيسنت. كيف تتخيلها؟ مش عم خذ الماب واتنيها بحيث تصير سلندر، مزبوط؟ بعدين خذ السلندر واطعجها بحيث التو بيسز تبعون السلندر يصيروا ملزقين ببعض، فبتصير زي حبه الدونت شكلها، فبصير هذا الطرف فعليا ادجيسنت مع هذا الطرف. اذا شو معنى هذا الكلام؟ I can combine these four squares على الأطراف بحيث يصيروا جوا one rectangle أكبر من. هلا مين هذا الأخضر؟ هذا مين؟ X Z. طيب الأزرق الأطراف هو موجود في ال X bar وموجود في ال Z bar، فهو X bar Z bar. إذا هو راح يكون X bar Z بار اور اكس زي، وهذا الاكسبريشن يعبر عن كل الونز الموجوده في الفانكشن، فهو فاليد اكسبريشن وهو سمبليفايد اكسبريشن. مقارنه بايش؟ لو تكتب السم اوف من تيرم اكسبريشن لهذا الفانكشن راح يطلع فيه 8 تيرمز، مظبوط؟ لان في عندي هاو ماني من تيرمز؟ 8، في 8 ونز. فهذا اكيد هو سمبليفايد اكسبريشن للفانكشن على شكل ايش؟ سم اوف برودكت. وفعليا هذا بقدر اكتبه بطريقه ابسط او بلاش ابسط، طريقه اخرى. شو هي هاي الاوبريشن؟
اشياء اكس نور، مظبوط اكس نور. لما يكون عندي تو فاريبلز، فعندي اند بين الكومبلمنت تبعهم اور اند بين التو فاريبلز without complement، فمعناها هذه ايش؟ اكس نور، والاكس نور cannot be simplified. زي ما الاكس اور cannot be simplified، الاكس نور cannot be simplified any further. هلا على الفور فاريبل كي ماب ممكن اشوف جروب اوف 8 ones ملزقين ببعض او متجاورين. فمثلا هذول شفناهم قبل هيك صح؟ فمباشرة أنا لما أشوفهم زي هيك I can put them into one rectangle فيه 8 وحدات. هدول الثمان وحدات لو كانت التوزيعة زي هيك نفس الإشي، بقدر أحكي هدول adjacent وهدول adjacent، والجداد هدول برضو إيش adjacent. فهذا مين هو؟ X-bar. ألاحظ بقدر أبسط بلمح البصر إذا أنا معبي الماب صح وبجمع الونز صح، بقدر اني الاقي سمبليفايد اكسبريشن بشكل سريع. تخيل لو بدك تسوي سمبليفيكيشن باستخدام الالجبرا هون، او سمبليفيكيشن باستخدام الالجبرا هون، you will end up probably with the same expression بس it will take you some time. And visually you are doing it بالرسم. خلينا نشوف examples. Fill the k-map for this function. هذا الفانكشن F1 يعتمد على 1 2 3 4 variables وهم ال A B C D. فبدي اعبي الماب وين اماكن هاي الفاريبلز عارفينهم. هذا ال A لانه الموست، اللي بعده C، اللي بعده بعدين منين اللي significant. الترتيب مهم لانك اذا مشيت على ترتيب ثاني بحط لك غلط، الجواب بيطلع صح بس انا بحط لك غلط. لازم نمشي على نفس الترتيب. تمام. طيب كيف اعبي الماب؟ بدي اكون عارف اماكن المين تيرمز، رح نكتبهم لاخر مره. هذا صفر، هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاث، اربع، خمس، ستة وسبعة، وين الثمانية؟ تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15. مظبوط؟ فشو معطيني هو؟ معطيني هدول ارقام المربعات اللي فيهم ونز، هدول المين تيرمز تبعون الفانكشن اللي هو مين؟ 9 ومين؟ و13. ف فيري سمبل، هذا الفانكشن فيه 2 مين تيرمز 2 سكويرز وهم ادجيسنت صح؟ ف اي كان كومباين ذيم توجذر، وبالتالي هذا الفانكشن سوري هذا الفانكشن لو بدي اكتب F1 شو يساوي؟ ما في غير ريكتانجل واحد يشمل كل الونز. هذا من هو موجود A وموجود ب C بار، موجود ب D، أي موجود بال A، موجود بال C بار، وموجود ب D. Example آخر، function F3 W X Y Z. هاي ال W، هاي ال X، وهاي ال Y، وهاي ال Z. شو معطيني؟ معطيني الماكس تيرمز تبعت هذا الفانكشن. احنا الماب معرفينه للمين تيرمز، فهاي الارقام اللي قدامي هي ارقام الماكس تيرمز او ارقام المربعات اللي فيها اصفار، مزبوط؟ لان في النهايه الارقام ارقام اصفر، بس هل هم ونز ولا زيروز صح؟ فالان هدول الماكس تيرمز بقدر لو واحد ثاني بيحكي انا عمي بحبش، انا بدي المين تيرمز. مين المين تيرمز؟ واحد وثلاثه سبعة ثمانية وعشرة بس، مظبوط؟ طيب وين الواحد؟ هاي الواحد وهاي الثلاث وهاي الخمسة وهاي السبعة، مظبوط؟ والثمانية ومية والعشرة، ثمانية والعشرة. جروب اوف فور هيهم باخذهم هون، وهذا جار هذا. هدفي دائما اكون مربعات يكون حجمها اكبر ما يمكن. ليه؟ لانه كل ما كبر المربع بصغر الاكسبريشن تبعه صح؟ وكل ما صغر الاكسبريشن كل ما قلت الكوست. فانا لو اجي احكي اف 3 الان بدي اكتب اكسبريشن يغطي كل الونز باستخدام مربعات تغطي كل الونز، فاكيد راح اخذ هذا مين هو؟ هذا موجود في الدبليو بار في الزد،
هذا المربع موجود في ال W إكس بار زد بار. بحب أكتبهم برضو بالترتيب الآن تير أحلى. فإذا الفانكشن راح يكون W بار زد، اللي هو لو أختاره بغطي هذا ال 1 وهذا ال 1 وهذا ال 1، أور W إكس بار زد بار اللي هو بغطي فيه هذا ال 1 وهذا ال 1، وهيك بكون غطيت كل ال 1s. فthis is a valid sum of product expression للفانكشن. This is a valid sum of product expression. دائما عم بيطلع معي sum of product، لاني عم ببلش بوين؟ بمين تيرمز، وعم ببلش بماب معرفه من وجهه نظر المين تيرمز. فاذا انت عندك sum of min term expression بتبلش تطلع عوامل مشتركه، رح تنتهي بايش؟ ب sum of product. لان هذا الاكزامبل بيطلع على الموضوع بنظره عكسيه. بدل ما يكون عندي ماب واحاول اكون مربعات واطلع لوجيك اكسبريشنز لهي المربعات، بعدين اختار منها مربعات تغطي كل الوانز حتى ابسط الفانكشن، بحكي لي لو معك هذا الفانكشن كلوجيك اكسبريشن عبي لي الماب. كيف ممكن اعبي الماب؟ فكر فيه اول شيء لازم يعني لازم اعرف الوانز، مظبوط؟ شو كيف اعرف الوانز؟ اعوض كل الاحتمالات، وهذا فانكشن اوف فور فاريبلز 16 احتمال، اعوض وطلع وين الفانكشن يساوي 1 وين الفانكشن يساوي 0. بس هذا طريق طويل، مظبوط؟ بدك تعوض وفي فرصه اني اغلط فيه. طب شو البديل؟ البديل اني افكر بالعكس، بدال ما اقرا لوجيك اكسبريشن لمربع احاول ارسم مربع ذات كورسبوندز تو لوجيك اكسبريشن. يعني مثلا لو جيت اخذت هذا التيرم، او قبل هيك لو اطلع على كل الاكسبريشن اللي قدامي واحكي لك شو نوع هذا الاكسبريشن، هذا شو نوع؟ هذا فانكشن اوف فور فاريبلز عباره عن اور اكسبريشن بتوين ان تيرمز. فمبدئيا هو سم، بس هل هو سم اوف برودكت ولا سم اوف مين تيرمز؟ سم اوف برودكت. ليش؟ لانه الان تيرمز مش كلها تحتوي على كل الفاريبلز ما عدا مين؟ ما عدا هذا. اذا هو سم اوف برودكت. طيب الان لو احاول اعبي الماب من الاكسبريشن مباشره بدون ما اطلع مين المين تيرمز، بكل بساطه لو مسكت هذا البرودكت تيرم او الان تيرم، اجي احكي هذا اكسبريشن لمربع على الماب هو تقاطع مين؟ A بار مع B بار مع C بار. وين هال A بار؟ هدول السطرين. وين هال B بار؟ هدول السطرين. إذا بقاطع A بار مع B بار مين بيضل؟ بيضل هذا السطر، صح؟ تقاطع مين؟ C بار. فإذا بقاطع هذا السطر اللي فوق مع العمودين هدول، شو بيصفي عندي؟ هذا المربع، مظبوط؟ بقدر اجيب انه هون معناها في 1 وهون معناها في ايش؟ 1 بكل بساطه. نفس الشيء اذا باخذ هاد، هذا بي بار، بي بار يعني هاي هذا السطرين هذول تقاطع مع سي بيطلع معاي هاد وهاد، مظبوط؟ تقاطع مع دي بار مين بيضل؟ هدول الاثنين، فبحط فيهم ايش؟ ونز. وهكذا. فاذا اي نيد تو بي سمارت، انه انا والله مش اروح اطلع المين تيرمز بعدين اعبي الماب، هذا راح ياخذ معي 10 مينتس اذا سويته صح. لكن اذا انا بعرف اقرا اكسبريشن ريكتانجل من الماب، هل بعرف اطلع الريكتانجل من الاكسبريشن؟ فهذا هو هدف هذا الاكزامبل. فالفيو سلايدز اللي بيجوا بعد هيك بيورجوني كيف اسوي هاي العمليه. فهو ببلش بيطلع الاي بار بي بار سي بار، معناها بدي منطقة الـ A بار. وين منطقة الـ A بار؟ المنطقة اللي ظلت قدامي، لأنه شطبت مين؟ منطقة الـ A. بدي منطقة الـ B، الـ B بار عفوا، وبدي منطقة الـ C بار. مين ضل؟ هدول المربعين، بالتالي هدول أكيد فيهم إيش؟ ونز. ارجع بالعكس، هذا المربع اللي هون شو الإكسبريشن تبعه؟ A بار B بار C بار، مظبوط؟ نفس الشيء إذا بنمشي هذا التيرم بي بار، يعني بدي البي بشيل البي، بدي بي بار سي فبشيل السي بار وبشيل الدي، مين بضل عندي؟ هدول المربعين، فاكيد هدول المربعين فيهم ونز. شيك هاد ادجيسنت مع هاد، لو واحد حكى لي شو اللوجيك اكسبريشن تبع هذا الريكتانجل،
بي بار سي دي بار، صح؟ اللي بعده، هذا الترم في داعي اسوي الحركه اللي عم بسويها هلا، انه اغطي على المناطق واشوف وين اللي بضل، شو اللي بضل؟ لا، ليه؟ لانه هذا مين؟ هذا من ترم اصلا، هذا من ترم مين؟ 0 1 1 0 اللي هو من ترم 6. وينه من ترم 6؟ هات. بس برضه لو تجرب تسويها، بدك A بار فغطي على A، بدك B فغطي على B بار، بدك C فغطي على C بار، وبدك D بار فغطي على مين؟ عدي. مين ضل معي؟ من ترم 6 فعليا. هيطلع عندي هون آخر ترم اللي هو هذا، سهلة، غطي على الاي بار، غطي على البي، غطي على السي، بضل معي ايش؟ هذول اكيد فيهم وانز. مرة ثانية نشيك، هذا المربع مين هو؟ هو اي بي بار سي بار، مزبوط؟ فالان الماب بقدر اني اعبيها بهذا الشكل. الان لو بدي ابسط الفانكشن شو اسوي؟ اجمع وحدات، مزبوط؟ شو اجمع؟ شو عندي خيارات؟ في عندي هذا وهذا وهذا وهذا، صح؟ هذول 4 خيارات عندي اياهم. شو كمان في عندي؟ في عندي هذول الأربعة برضو ايش؟ مع بعض، مزبوط؟ هذول 4 مع بعض. شو في عندي كمان؟ هذول الاثنين مع بعض. هلا في واحد حكى 3، بس ما بصير يكونوا 3، مستحيل. راح نشوف لاحقا، مستحيل يكون في مربع كبير فيه 3 أو 5 أو 6، لازم باور اوف 2، لازم باور اوف 2. جرب، هل بتقدر تدمج هاد مع هاد؟ لازم يكونوا adjacent. هلا هاد اللي هون adjacent مع اللي هون، بس مش adjacent مع مين؟ مع هاد. كان حتى تكمل السيركل، لو كان في 1 هون بقدر اني احطهم كلهم مع بعض. فالان هاي هي الفكره بكل بساطه، بجيب المربعات، هذا مين؟ هذا بي بار دي بار، وهدول 4 هم بي بار سي بار، وهدول الاثنين هم اي بار سي دي بار. لازم اغطي كل الونز. لا اسال. يعني بدك تاخذ اللي لونه ازرق وتاخذ البرتقالي، صح؟ بضل هذا الون لحاله. طيب بدك تاخذه، طيب خلينا نشوف. معلش هذا سؤال مهم، بس خليني امسح. هلا هذا هو اللي انا اقترحته، بس انت شو بتقترح؟ بقترح انه اخذ الازرق، مزبوط، واخذ البرتقالي. ولما اخذ الازرق والبرتقالي انا بكون غطيت هذا الون وهذا الون وهذا الون وهذا الون وهذا الون وهذا الون، ضل عندي مين؟ هذا الون. فابسط شيء اني اخذه لحاله، ابسط شيء اني اخذه لحاله. لو اخذته لحاله شو بكون الاكسبريشن تبعه؟ بيكون A B بار C D بار. هلا ممكن انت عم تقترح انك بدك تاخده هاد مع هاد، صح؟ هذا مع هاد مين هو؟ Or A B B بار C ولا D بار D بار. انو ارخص؟ هاد التيرم اللي هو يشمل هذا الون، ولا هذا الترم اللي هو يشمل هذا الون، ولا هذا الترم اللي هو يشمل برضه هذا الون؟ اكبر واحد فيهم، مزبوط؟ فاحنا ماشي، ذاتس فاين. حتى لو الاخضر بده يخليني اغطي مجموعه من الونز ذات ار اوريدي كفرد باي ذا بلو ون، مزبوط، اند ذا اورنج ون، اي ويل بيك ذا لارجست ريكتانجل، لاني لما اكبر الريكتانجل بيصغر الان ترم تبعه، فالكوست بتنزل. وهذا راح احطه بشكل رسمي كمان شوي، فورمالي راح نحطه بشكل رسمي. I will always look for the largest rectangles. فهذا اللي بدنا نحكيه بالنسبه للكي ماب كستراكشر، كيف اعبي الكي ماب، سواء انه فانكشن اوف تو فاريبلز، فانكشن اوف ثري فاريبل،
function for variables. واحنا فعليا مش بس شفنا كيف نعبي الماب وكيف شكل الماب، شفنا كيف نستخدم الماب حتى نكتب simplified logic expression للفانكشن على شكل ايش؟ sum of product. شو كانت الطريقه اللي اتبعناها؟ اني اشكل مربعات اكبر فاكبر واستخدم هاي المربعات حتى اكتب or expression للفانكشن او sum expression للفانكشن، بشرط اني استخدم او اغطي كل الوانز تبعت الفانكشن، وهذا شرط اساسي حتى يكون الفانكشن او الاكسبريشن اللي عم بكتبه valid يمثل الفانكشن، لازم يغطي كل الوانز او كل الزيروز. مزبوط. فالخلاصه هون بحكي لي شو هي الكي ماب وكيف موضوع مفهوم الادجيسنت سكويرز. موضوع الادجيسنت سكويرز هو اللي ساعدني اسوي محاكاه لعمليه اخراج العامل المشترك في الالجبرا، اسويها وين؟ على الماب، اني ادمج امثلها على شكل دمج ايش؟ مربعات. اوكي، خلينا نروح نشوف فعليا بشكل مرتب كيف ممكن اسوي سمبليفيكيشن لللوجيك فانكشنز باستخدام الكي ماب. والان لما بدي اسوي سمبليفيكيشن معناها انا عم بدور على السمبلست اكسبريشن، ومبدئيا بدي احكي على simplification على شكل sum of product. فأنا لما أحكي simplest expression، أي expression بدي أكتبه للfunction اللي بين إيدي حتى يكون بغض النظر هو simplest ولا مش simplest، لازم يكون valid، صح؟ فأي expression بدي أكتبه should be إيش؟ valid كlogic expression، يعني يغطي كل الاحتمالات تبعت الfunction. طيب على الماب شو معنى الاكسبريشن يكون valid؟ it has to include all the ones or all the zeros. احنا لغايه الان نطلع على مين؟ على الونز، بس كمان المره الجايه بنشوف نطلع على الزيروز. فاذا if I want to use the map to simplify the expression، الاكسبريشن اللي بدي اجيبه في الاخر لازم يكون valid، يعني لازم استخدم كل الونز. طيب حتى يكون الاكسبريشن simplest ك sum of product شو معناها؟ لازم يكون فيه minimum number of and terms ك sum of product، لازم يكون عندي أقل عدد من الترمز. طب على الماب شو معناها أقل عدد من الترمز؟ يعني أقل عدد من الريكتانجلز، بدي أقل عدد من الريكتانجلز، يعني لو بدي أغطي كل الوانز تبعت الفانكشن لازم أستخدم إيش؟ أقل عدد من الريكتانجلز. ومش بس هيك، حتى يكون simplest تذكروا الكوست، الكوست مش بس عدد الترمز، الكوست برضو عدد الليترالز، صح ولا لا؟ عدد الليترالز هو عباره عن حجم الان تيرم، فبالتالي حتى يكون الاس او بي ابسط ما يمكن، انا هون عم بحكي عن اس او بي، الان تيرمز لازم يكون حجمها اقل ما يمكن، اقل ما يمكن كحجم تيرم على الماب شو معناها؟ اكبر ريكتانجل. هذه الفكره، بدي السم اوف برودكت يكون ابسط ما يمكن، لازم عدد الان تيرمز تكون اقل ما يمكن، ولازم حجم الان تيرم يكون اقل ما يمكن. طب على الماب شو هذا الكلام معناه؟ اقل عدد من التيرمز، اقل عدد من الريكتانجلز، اقل حجم للتيرم الواحد معناها اكبر ريكتانجل على الماب. فالان عشان ما نضلنا نحكي ريكتانجل ومش ريكتانجل، بدنا نحط شويه تعريفات عشان يصير في لغه علميه بيني وبينك واضحه. فرح نيجي نحكي عن مفهوم بسيط، مفهوم الامبليكانت على الماب، مفهوم له علاقه بالماب. ففي مصطلح اسمه امبليكانت، فشو المقصود بالامبليكانت؟ بكل بساطه بحكي لي الامبليكانت از ا ريكتانجل اور سكوير اون ذا ماب. صعبه؟ لا، هو ريكتانجل او سكوير بقدر ارسمه على الماب، لكن في عليه شرط انه هذا الريكتانجل لازم يكون حجمه 1 2 4 اور 8 اور 16 اور 32 سكوير اند سو اون. يعني حجم الريكتانجل لازم يكون power of two of small rectangles. لما يكون هذا الريكتانجل يحقق هاي الخاصية بسميه إيش؟ implicant. سميه إيش؟ implicant. خلينا نشوف مثال. هذا الفانكشن في إله الماب تبعته. فالآن بقدر أجي أحكي إنه هذا إيش؟ implicant. هذا الريكتانجل فيه 1، مظبوط؟ وحجمه 1، يعني 1 small rectangle. هذا بسميه implicant. شو اللوجيك اكسبرشن تبعه؟
اي بار بي سي بار دي بار، مظبوط، هذا من تيرم اربعه صح؟ فهذا we say it is an implicant of size 1. بقدر اعرف هذا implicant صح ولا لا؟ هو مربع رسمته على الماب ويحتوي power of 2 of 1s. كم 1 فيه؟ 4 ones. شو اللوجيك اكسبريشن تبع هذا الامبليكانت؟ شو بدل ما احكي ريكتانجل صرت احكي امبليكانت، لاني انا وياك عارفين انه فيه power of 2 of 1s. فهذا مين؟ بي دي. بقدر اني اعرف هذا كامبليكانت، مش هذا ريكتانجل وفيه power of 2 of 1s، فبالتالي هذا برضه is a implicant. هذا مين؟ A C bar D. هذه مهارة مهمة تتقنها، كيف تعرف اللوجيك اكسبريشن للامبليكانتس. طبعا هذول مش الاونلي امبليكانتس، في كثير امبليكانتس بقدر ارسمهم. يعني هذا امبليكانت ولا ايش امبليكانت؟ امبليكانت. هذا امبليكانت ولا مش امبليكانت؟ هذا امبليكانت. هذا there are many implicants. بغض النظر انا عم بحكي عن تعريف الامبليكانت اللي هو ريكتانجل اون ذا ماب that contains power of 2 of 1. الآن مصطلح يبني على هذا المصطلح اللي هو مصطلح لبرايم implicants. فإذا هون عم بحكي عن implicants. شو يعني implicant؟ مربع على الماب فيه power of 2 of 1. لكن عم بحكي عن حالة خاصة من implicants اللي هو اللي يكون برايم. يعني هذا الامبليكانت فيه له صفه اضافيه انه ايش؟ برايم امبليكانت. شو يعني برايم؟ اولي او رئيسي، مظبوط ولا لا؟ طب من منظور الماب شو يعني برايم؟ بكل بساطه البرايم امبليكانت هو ان امبليكانت، يعني بسيطه، يعني فيه باور اوف 2 فانز، لكن it is the largest rectangle that can be drawn for a certain group of ones on the map. يعني مثلا لو اخذ هذا امبليكانت صح، بس هل هو برايم امبليكانت؟ هل هو اكبر ريكتانجل بقدر ارسمه حتى يحتوي على هذا الورد؟ لا، لاني بقدر ارسم ريكتانجل زي هيك، مظبوط. فهذا الامبليكانت الكبير اللي رسمته بقدر احكي انه برايم مبدئيا، بس هل هو فعليا برايم؟ لا، لانه في كمان واحد اكبر منه يحتويه. طب هذا اللي فيه أربعة هل هو implicant prime؟ يعني هل هو أكبر مربع بقدر أرسمه يحتوي على هدول الأربعة ones؟ ما في واحد تاني يحتوي أكبر منه، فلما يكون بهاي الحالة بسميه إيش؟ prime implicant. وأنا هذا المهتم فيه، تذكر قبل شوي حكينا أنا بدور على أكبر مربعات، بلغة فنية وعلمية أحلى بحكي أنا بدور على مين؟ على الـ prime implicants. فهذه الفكرة بكل بساطة، البرايم امبليكانت هو أكبر مربع بقدر أعرفه لمجموعة من الونز على الماب بحيث يكون أكبر ما يمكن، ما في واحد ثاني يحتوي. ف this is a prime implicant ولا مش prime implicant؟ It is a prime implicant. We cannot grow it beyond this size to include these two ones. تحكي لي لا، خذهم مع هذول، بزبطش. هذا المربع اللي فيه ثلاثة it's not an implicant اصلا. شو تعريف الامبليكانت؟ لازم يكون باور اوف 2. اذا عم بحكي عن برايم امبليكانت لازم يكون فيه باور اوف 2، تمام. على هون this is an implicant. Is it a prime? Is it a prime? Yes, it is a prime. بقدرش ارسم واحد اكبر منه يحتوي، هذا برايم، هذا برايم، وهذا برايم، مظبوط. But these are the prime implicants. هلا جواتهم في كثير implicants، بس أنا مش مهتم بالimplicants، أنا بدي مين؟ أكبر، فبدي برايم implicants. يعني مش هون احنا بنكون عندنا أربعة برايم implicants، خمسة عندنا. مش أنا أكبر مربع يحتوي على مجموعة من الونز، مش يحتويهم كلهم. يعني هاي برايم امبليكانت، هاي برايم امبليكانت، هاي برايم امبليكانت، هاي برايم امبليكانت. تقدر ترسمي مربع يحتويهم كلهم؟
بس انا عم بحكي مش البرايم، مش انه على مستوى كل المربعات، لا هو البرايم على مستوى مجموعه هذول الوانز، تمام؟ يعني هي زميلتكم تحكي this is the only prime implicant لانه اكبر مربع بقدر ارسمه على الماب، مش هيك تعريف البرايم implicant؟ هو اكبر مربع لمجموعه من الوانز، اوكي هيك تعريف. اوكي لما احكي لك وين البرايم implicant تحكي لي هذول الخمسه كلهم برايم implicants، لازم احط كل الخيارات. اوكي فبالنسبه لي هذا اكبر مربع بقدر ارسمه لهدول التوينز، بقدر ارسم واحد اكبر منه يحتوي هدول التوينز، فذيس از ا برايم امبليكانت لهدول التوينز، تمام؟ الان مفهوم يبني على البرايم امبليكانت اللي هو ايش؟ اسينشال برايم امبليكانت، فهو حاله خاصه خاصه من الامبليكانت. شو هي؟ انه عم بحكي عن امبليكانت يعني باور اوف 2 اوف 1، مربعات فيها باور اوف 2 اوف 1، وهي برايم يعني اكبر ما يمكن، وهي اسينشال. طب شو يعني اسينشال؟ ضروري، مزبوط. طب ضروري شو يعني ضروري؟ لو اطلع عليه بلاقي انه اسينشال معناها انه هذا البرايم امبليكانت يحتوي على الاقل على 1 واحد that is not included in other prime implicants. زي ايش؟ خلينا نشوف. مثلا لو اطلع على هذا المربع اللي هو اكبر مربع بقدر ارسمه لهدول الاربعه ones which is a prime implicant، واطلع على هذا واطلع على هذا، هذا prime implicant وهذا prime وهذا prime، كل هدول prime implicants. الآن لو أطلع على البرايم امبليكانتس الصغار اللي فيهم اثنينات، هدول I call them essential. ليش؟ لأنه هذا المربع فيه هذا ال1 ماله is not included in other prime implicants، هذا فيه هذا ال1 ما حدا تاني بيحتويه، هاد في حدا ما في حدا تاني بيحتويه، هاد في ما في حدا تاني بيحتويه، فكل هدول المربع البرايم امبليكانتس اللي حجمهم اثنين بهاي الحالة مالهم بسميهم essential because they contain at least a single one that is not included in other prime implicants. طب ليه essential؟ شو يعني essential؟ ضروري أو أساسي. طب من ضروري من أي ناحية؟ لما أجي أكتب اللوجيك expression للفانكشن الآن I need to write an expression that covers all the ones of the function. فإذا كان في مربع يحتوي على 1 ما حدا ثاني يحتويه، شو معناها؟ ضروري اني احط هذا المربع او البرايم امبليكانت في الاكسبريشن تبعي، هون كلمه اسينشال اجت من هون. لما اجي ابلش اكتب اللوجيك اكسبريشن لهاد الفانكشن لازم استخدم هاد ولازم استخدم هاد ولازم استخدم هاد ولازم استخدم هاد، غصبا عني لازم استخدم هدول. ليه؟ حتى اغطي هذا ال1 وهذا ال1 وهذا ال1 وهذا ال1. لأن لما اطلع على اللي بالنص اللي فيه اربعه من فعليا اتس نوت اسينشال. ليه؟ لانه كل الونز اللي فيه محتواه باذر برايم امبليكانت، في خيار ثاني اني اغطيه، كلهم الونز اللي فيه ممكن اغطيهم باذر برايم امبليكانت، تمام؟ يس واضحة الفكرة؟ فإذا هدول كلهم اللي لونهم أزرق are essential، اللي لونه أسود is not essential prime implicant. خلينا نشوف example قبل ما نطلع. Find the prime implicants and the essential prime implicants for this function. صعبة؟ يعني بده يعني أسوي listing لكل ال prime implicants وأحدد بين منهم essential. فالان هذا فانكشن اوف فور فاريبلز، سهله، راح اجيب الكي ماب لفور فاريبلز واعبي هدول الونز، صح؟ وهذا شيء لازم تصير تتقنه انت. بعدين راح اصير احاول اطلع البرايم امبليكانتس، بديش اضل احكي مربعات كبار ومربعات صغار، بدي اطلع البرايم امبليكانتس. فبقدر اخذ هدول الاربعه، هذا مين؟ شو الاكسبريشن تبعه؟ بسرعه. بي سي بار، مضبوط؟ هذا بي سي بار. وفي عندي هدول الاربعه مع بعض. هذا مين؟ اي سي. وفي كمان خيار هذا اللي هو مين؟ اي بي. بالنظر مين من هدول اسينشال؟
هل دي سي بار اسينشال؟ لاحظ فيه هذا الون وهذا الون، ما في حدا ثاني بيغطيهم، فاكيد هو ايش؟ اسينشال. اللي بلونه ازرق اكيد اسينشال، ليش؟ لانه هذا وهذا الون ما حدا ثاني بيغطيه. الاي بي لاحظ هذا الون وهذا الون كفرد باي ذا جرين، هذا الون وهذا الون كفرد باي ذا بلو، هذا از نوت اسينشال. فالان لو بدي اجي ابلش اكتب لوجيك اكسبريشن للفانكشن، راح ابلش بالاسينشال، لازم ابلش بالاسينشال. ليه؟ لاني لازم اغطي الونز اللي ما حدا ثاني بغطيه. فراح احط بي سي بار، راح احط اي سي. لو واحد اجى حط الاي بي ما في داعي، لانه لما اختار بي سي بار بكون غطيت هدول الونز، ولما اختار اي سي بكون غطيت هدول الونز، فهذا الاي بي از ريدندنت، ما في له داعي. I need to cover all the ones with the minimum number of prime implicates. خلينا نشوف كمان example. معلش هذا الاكزامبل function of four variables، اذا بعبي الماب تطلع زي هيك. وين the prime implicates؟ أربعة A bar B، هدول الاثنين A C bar B bar، هدول الاثنين A C D، في هدول الاثنين، هذا احتمال صح ولا لا؟ فانا I need to list all the prime implicates. هذا مين؟ B C bar D bar، وهذا مين؟ B C D. شو رايك؟ مين الاسينشال؟ اكيد الاخضر اسينشال، واكيد البرتقالي اسينشال، واكيد الازرق اسينشال، بينما هدول they are not essential. فاذا بعبي التيبل بلاقي انه هدول essential not essential not essential. لو بدي اكتب لوجيك اكسبريشن دائما راح ابلش بمين؟ بالاسينشال. فراح احط الاخضر، راح احط الازرق والبرتقالي. الزهري ما في له داعي، ليه؟ لاني بهدول غطيت كل الونز، غطيت كل الونز. فهذه الفكره، هاي هي المصطلحات الجديده. المره الجاي بنشوف الخطوات اللي اوريدي بنعرفهم بس بنكتبهم، كيف ممكن ابسط فانكشن على شكل sum of product.